لا يقوى أبدا على مواجهة لقجع داخل المكتب التنفيذي للكاف. القرار يؤخذ في رمشة عين، يعني مباشرة خذوا القرار مثل ما تقول، لم يستمعوا لا إلى ربما عنده نفوذ قليل شوية على القجع، ما كانش حيصرى فيه واش صرى فيه. الماريونات من طرف الجنسية المغربية كرة القدم يمشيه كيما حب، يديه وين حب، يديره وين حب. لا بروف كيزون. ما قاله الإعلام الجزائري بعد البلاغ الرسمي من الجامعة الملكية المغربية عن إقامة سلكان القادم في الصيف وتحدي السيد فوزي لقجع للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. في بلاغ رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي أكدت من خلاله بقاء الناخب الوطني وليد أركراكي على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي رغم الخروج المخيب للآمال من ثمن نهائي الكان بالكوت ديفوار، كما أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال بلاغها الرسمي عن إقامة كأس أفريقيا القادم بالمغرب في الصيف عكس ما تم تداوله مؤخرا عن إقامته في شهر يناير من العام المقبل. ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان يفاوض الكاف على إقامة سلكان بالمغرب في وقته الرئيسي عوض إقامته في الصيف تزامنا مع انطلاق كأس العالم للأندية في نفس الوقت. وبهذا القرار سيكون السيد فوزي لقجع قد أنهى رغبة الفيفا في تنظيم الكان القادم بوقته الرئيسي. وقال الإعلام الجزائري أن فوزي لقجع يتحدى بهذا القرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلى مؤسسة رياضية في العالم، مما يعني أنه يتحكم في كواليس الفيفا وأيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. وأضاف الإعلام الجزائري أن السيد فوزي لقجع لديه نفوذ كبير داخل الفيفا وأيضا الكاف، مما جعله يتخذ هذا القرار بإقامة سلكان القادم في الصيف بالتزامن مع انطلاق كأس العالم للأندية سنة 2025.